سلام المسيح مشاهدينا الأحباء، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. أيضا برحب بمشاهدينا على صفحتنا في الفيسبوك مباشر الآن، وبدعوكم أنكم تشاركوا حلقة النهاردة على صفحتكم ومع أصدقائكم كالعادة. حلقة النهاردة بعنوان الولاء والبراء وقلب الله. يعني إيه الولاء والبراء؟ عايزة أقول لكم في الأول، ندخل بقى يعني في عمق معنى العبارة دي، لكن يعني أديكم التعريف من الفكر الإسلامي، لكن عايزة الأول أقول إن أنا محتاجة إن أنا أقول لكم إن الحلقة دي هي حلقة تعبر عن محبة الله، مش عن فكر شيطاني ولا عن اتهامات خاصة بالإسلام. عايزة أؤكد لكم دي، الحلقة دي هتكون سبب في كشف محبة الله ليكم، لأنه في كل شيء بنقوم به هو يعني محاولة لكشف أقنعة وضعها العدو على شخص الله بالنسبة للمسلم وفي حياته. ما تاخدش الحلقة دي وما تاخديش الحلقة دي على إنها اتهامات ضدك أو ضدك أو ضد الإسلام. أنا كل اللي هعمله إن أنا هكشف أمامكم صفحات أنتم محتاجين تقروها، وأسئلة أنتم محتاجين تسألوها لله مش للغير، لقلب كل واحد وواحدة منكم. خلينا الأول نشوف من يعني المعنى الإسلامي يعني إيه الولاء والبراء. في صيد الفوائد بيقول كده إنه البلاء الولاء والبراء بيعرف على إنه ركن من أركان العقيدة وشرط من شروط الإيمان، تغافل عنه الكثير من الناس وأهملوا البعض، فاختلطت الأمور وكثر المفرطون أو المفرطون في حب الله. معنى الولاء هو يعني حب الله ورسوله والصحابة المؤمنين الموحدين ونصرتهم، والبراء هو بغض من خالف الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين من الكافرين. يعني المؤمن المسلم مطالب انه يكره في حب الله، يكره يبغض الكافرين المشركين المنافقين المبتدعين والفساق. طبعا لو خدنا كل واحدة من الـ يعني العبارات دي، الكلمة او الوصف ده، كافر يعني ايه، مشرك يعني ايه، منافق يعني ايه، ومبتدع يعني ايه، وفاسق يعني ايه، هيبقى عندنا يعني مساحة كبيرة جدا من الناس. لكن لو قلت مثلا الكافر اللي مش مؤمن بمحمد والقرآن، مش كده، دي مساحة كبيرة جدا من الناس. يجب على المسلم كراهية كل هؤلاء الناس. المنافقين بقى قصة تانية، لأنه كان في وسط المسلمين منافقين، وكان يعني في ناس بيشترى إيمانهم، فإزاي أنك تكون بتتعاون مع أشخاص وأنت تكرههم محبة في الله، تبغضهم محبة في الله؟ تقدروا يعني لو خدتوا بس الخمس أوصاف دي وحطيتوا ليها تعريف، هتلاقي أن المساحة من البغض كبيرة جدا. وعايزة أقف هنا وأقول لكم إن الله يعني لا يمكن إنه يأمر قلبك إنه يكره محبة فيه، لأن الكراهية تؤثر على قلب الإنسان نفسه، أنت الأول، أنت الأول. فكروا كده، لو أنت بتكره جارك، كل ما تعدي تحس إن قلبك كده، يعني تشوف جارك تحس إن قلبك انقبض، اتغصت، دمك فار، تبقى عايز تتخانق. تخيل أنه أنت مأمور من إلهك أنك تبغض الناس وتعيش في هذه الكراهية يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم. هل هذه حياة تؤثر في قلبك سلبا أم إيجابا؟ أسئلة لازم أنت تعرفها وأنت تجيب عليها. فكر بصفة شخصية، ما تفكرش بصفة عامة. أكمل بقى الوصف اللي موجود في صيد الفوائد، فبيقول كده: كل مؤمن موحد ملتزم للأوامر والنواهي الشرعية تجب محبته وموالاته ونصرته، وكل من كان خلاف ذلك وجب التقرب إلى الله تعالى ببغضه ومعاداته وجهاده بالقلب واللسان وبحسب القدرة والإمكان.
استنادا إلى وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فكرة الحلقة بتاعت النهاردة يعني الحقيقة فضلت في ذهني فترة طويلة، بقى لي فترة طويلة حاسة إنه ربنا بيأهبني للكلام في هذا الموضوع. بشوف مشاهد كثيرة أمامي، إذا كانت في الشرق في الغرب، في حياتي الشخصية، في تعاملاتي معاكم أنتم على صفحتنا، وتعاملي الشخصي معاكم على التليفونات أو حتى على البرنامج، بشوف حاجات علامات كده بتخليني أتساءل ما الذي يضع ويغرسه هذا الإله في قلوب المسلمين اللي أنا كنت منهم، وأذكر حالي أنا كمان. فيعني قبل أن أعرف المسيح كنت بشوف الحقيقة في الفترة اللي فاتت أحداث أليمة مرت بها مجتمعات في الغرب مثلا، وكان الإسلام المحرك الأساسي خلفها، وأيضا أفراد مسلمين على الساحة الاجتماعية والسياسية هنتكلم عنهم النهاردة في الغرب كان ليهم مواقف معادية لحكومتهم بسبب الإسلام. يعني يبقى جزء من بلد غربي ويبقى واخد الجنسية للبلد اللي هو عايش فيها دي، ويعادي هذه البلد ويقف ضدها بسبب مفهوم إسلامي مرسخ فيه. مش حتى بسبب انه هذه الدول تعادي الإسلام، يعني لو بصيت لإنجلترا، خلينا نشوف الصور اللي جاية، عايزة أوريكم بعض الصور من المظاهرات. اتفضلوا حط الصورة وسيبها لي شوية من فضلك. يعني الصورة دي بتقول Muslims will destroy the crusade، المسلمين حيدمروا الصليبيين أو الصليب، يعني فسرها بقى، يعني مش عارف اللي كاتبها قاصد بيها ايه بالتحديد، لكن هي معناها المسيح، المسيحية، الصليب. بص دول ناس ماشيين في شوارع لندن، اعتقد ان دي كانت من المظاهرات اللي خرجت ايام الكرتون بتاع محمد والكلام ده كله. الرايه المرفوعه وراهم هي رايه لا اله الا الله على الرايه السوداء المعروف بيها الدواعش، يعني مش كده؟ نشوف الصوره اللي بعدها. بيقولوا كده the followers of محمد will conquer America، أتباع محمد هيغزو أمريكا. دول فين؟ دول يا إما في أمريكا يا إما في إنجلترا، ما عنديش تأكيد للصورة دي فين، لكن أنا أعتقد إنها في أمريكا. كانوا بيعملوا إيه؟ بيقولوا إحنا هنغزو أمريكا. طب هتغزي أمريكا ليه؟ ما أنت عايش في أمريكا، ما انت بتتمتع بالحريات الغير عادية اللي بتعطيها أمريكا ليك والأهلك والبيتك والعيلتك والمستقبل اللي انت بتبنيه هنا، ده كله راجع لإيه؟ دول يعني عينة من المسلمين اللي ترسخ فيهم هذا الفكر انه انا معادي لهذه الدولة. هنشوف ليه ونسمع الشيوخ. فيعني عندما انظر لهذه الوجوه الموجودة امامي الان انا اشفق كثيرا على كم هذه الكراهية والبغضاء الموجود فيها. خليني اشوف الصورة اللي بعدها. شوفوا الصورة دي هي اللي مكتوب democracy and freedom on death row، احنا هنقتل هنعدم الديمقراطية والحرية لانه الاسلام لا يسمح بها. مرة تانية هذا هو الفكر المتغلغل في مسلمين الغرب، احنا مش بس هنيجي نقعد عندكم، لا ده احنا هنيجي عندكم ونطفي كل امل في الحرية والديمقراطية لان ده لا يوافق الاسلام. هل الحرية والديمقراطية توافق هؤلاء الناس؟ طبعا طبعا. لو لم يكن الفكر الإسلامي، تقدر تشيل الصورة، بالتأكيد لو لم يكن الفكر الإسلامي غرس فيهم أن الحرية والديمقراطية ضد الإسلام لكانوا استمتعوا بيها وعاشوا فيها بحرية واستمتعوا بالعطايا والنعم الكثيرة اللي تأتي من خلف مثل هذه الحريات في البلاد المتقدمة، مش كده؟ خليني أخد مكالمة. مين معايا؟ طيب ألو، أهلا بيك، سلام المسيح يا أحمد. سلام المسيح، أهلا بيك، تفضل.
سلام ونعمة وبركة ومحبة. الرب يباركك، اهلا بيك، اتفضل أهلا. قول لي ايه تعليقك بقول لك النهارده، أنا اتفضل. عايز أقول اختبار مش تعليم. ام سوري لو تقفلوا لي الصوت، احمد بتقول ايه ما سمعتش، اتفضل. أنا عايز أقول اختباري طيب لو تقدر تقوله لي يعني سريعا في دقيقتين او ثلاثة اكون شاكرة جدا، لكن ممكن نفرز لاختبارك وقت اطول في حلقات قادمة. اتفضل اتفضل. بقول لك أنا كنت خاطئ، وكنت لا مؤاخذة أجري ورا الستات، وكنت أشتم وأضرب أيوة. لغاية ما عرفت الرب. اتغيرت يا أختي تغيير كامل. تقدر تقول لي ايه اللي اتغير فيك يا احمد؟ يعني يعني مسألة انه احنا كلنا خطاة وكلنا عندنا خطايا يعني كريهة جدا، لكن ايه اللي خلاك، ايه الحاجة اللي خلاك تتغير؟ الرب نفسه يا أختي، الرب نفسه يا أختي أماني، هو اللي غيرني أمين. وطهرني وحررني. المجد للرب. وأنا الأول كنت أشم المشاكل، دلوقتي لو حد كلمني أقول له ربنا يسامحك. تغيير تغيير تغيير، ونفسي كل الناس تعرفه. أمين. الرب يستخدم شهادتك النهاردة، واضح إنه ده مش تغيير فكر فقط، ولكن ده تغيير قلب، إنك تخرج من الغضب إلى السماحة، ده من تعليم المسيح. إيه أول الخطوات اللي كانت بداية معرفتك بالمسيح يا أحمد؟ أنا بألف في القنوات، جت قناة الكرم. أوكي جميل، نشكر الرب. ماشي، كان عليها استماع، فالمهم حتى أسمع. طبعا إحنا اتعلمنا إن المسيحيين دولت وحشين وبيعبدوا 3 آلهة والكلام ده، نعم. لقيت الكلام غير الكلام، في سماع. وبعدين بدأت أقرأ، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، ايوه أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. امين. فلقيت في سماحة. فالمهم لا، برنامج تاني بقى على قناة برضه الكرمة، لقيت واحد بيصلي وبقول صلي، إذا كانك عايز تقبل الرب صلي ورايا هذه الصلاة. وصليت وسلمت حياتي للرب المجد للرب. من 2011. بس أنا ليا رجاء عندي، تفضل. تكلميني بعد البرنامج ضروري. حاضر. طيب يا ريت تاخدوا رقمه ونكلم احمد بعد البرنامج. احمد خليني ضروري. نعم تفضل. بص، ضروري ضروري ضروري. حاضر حاضر، باذن ربنا هكلمك بعد ماشي البرنامج. طيب خليني اسالك ماشي. سؤال اخير، انت بقالك قد ايه بتتفرج على برنامج المرأة المسلمة؟ بقالي كتير، بقالي بتاع 3 4 سنين. طيب نشكر الرب، نشكر الرب. طيب أنا سعيدة باتصالك وسعيدة باختبارك وسعيدة من أجل أنه الرب يستخدم كل القنوات المسيحية الفضائية اللي تهدف إلى معرفة إخواتنا أنا المسلمين للمسيح. نعم يا أخت أماني، نعم رجاء تكلميني عشان في حاجات هقول لك عليها. حاضر. لا أنا أوعدك هكلمك، ما تخافش ما تخافش. طيب الرب لأن معاك. الرب شغال،
الرب شغال بيديله دلوقتي بالملايين. طيب انا مش فاهمه كل كلامك يا احمد، فهكلمك بعد الحلقه باذن ربنا. اشكرك والرب يباركك. خليني اصلي من اجلك. خلاص خليني اصلي من اجلك يا احمد. يا رب انا بشكرك من اجل احمد واختباره، بشكرك من اجل كل من كان له يد في معرفته للمسيح، اشكرك من اجل مستقبله، من اجل بلدنا، ومن اجل انه انت يا رب مركز حياتنا. فانا بصلي انه انت تكون معونته وتكون مرشده وتسهل كل اموره في اسم يسوع المسيح، لكل المجد والكرامه. امين. أنا بشكر الرب من أجل الشهادة دي، لأنه الهدف يعني الشهادة دي جت موازية تماما لهدف حلقة النهاردة. الله اللي يغير القلب، زي ما قلت لكم كده في البداية، ربنا عايز يغير قلبك أنت عشان ينقي منه كل ما هو عائق يقف في طريقك لمعرفة محبة الله وخلاصه ونعمته، وإنه يعطيك القدرة إنك تحب البشر جميعا حواليك، مش تنظر إلى يعني الآخر على إنه معضلة في طريقك أو إنه غيرك أو إنه مختلف. أوكي. خليني أكمل يعني فكرة معاداة المسلمين اللي موجودين في الغرب لحكوماتهم بسبب الإسلام. المسلمين بينقسموا داخل الدول الإسلامية أيضا، مش بس في الدول الغربية، ضد بلادهم وحكوماتهم والجماعات الإسلامية ضد بعضها. بنشوف ده الإخواني ضد السلفي، السلفي ضد المسلم المستنير، وهكذا. ده خلاني دايما أتساءل، هل يمكن للمسلم أنه يكون مواطن صالح في أي بلد هو فيها، سواء حكومة إسلامية أو حكومة غربية، لو حتى يعني لو كانت تخالف معتقده؟ السؤال ده أنا عايزاكم انتوا تطرحوه لنفسكم بصفة شخصية، مش بتكلم على حاجة عامة. يعني إيه مواطن صالح؟ هل أنت في أمريكا مواطن صالح، ولا يقف تعليم الإسلام ضدك في هذا الأمر؟ على فكرة في أمور أنا نفسي ما كنتش عارفاها، بحثا في هذا الأمر وجدت مثلا أنه أنك تاخد جنسية دولة غربية ده شيء غير مستحب في الإسلام، بل مكروه، بل يمنع أحيانا، لكن يسمح به عند يعني ظهور أسباب يستفيد منها المسلم. هنشوف الموضوع ده. يعني شيء غريب أنه تكون عايش في بلد تستفيد من كل موارده، وبعدين تقول لك لا، أنا ضد هذا البلد ولا أخدم هذا البلد ولا أنتمي لهذا البلد. فكرة الله ما بيقولناش كده على فكرة. فكرة الله متعاون، فكرة الله يقدم يعني من أشهر تعاليم المسيح إنه قال لتلاميذه اجتمعوا مع بعض، اتعاونوا مع بعض، ساعدوا الغير، حبوا بعضكم بعض، وهكذا. أسألك تاني وأسألك، يعني إيه مواطن صالح؟ هل يعني يمكن إنك تدمج فكرة المواطنة دي مع قلب الله في الإسلام؟ بداية مش هدفي إني أشير إلى الإسلام في الغرب والتحذير منه، يعني دي مش حلقة لتشجيع الإسلاموفوبيا، ولا أنا من أنصار إننا نزرع الخوف في قلوب الناس من ناحية المسلمين، بل بالعكس. الحلقة دي مش مقدمة لحكومات، الحلقة دي مقدمة لقلبك ولقلبك، هقولها ألف مرة في هذه الحلقة. ولا أيضا أنا من أنصار التعميم، لأن التعميم يعني مبدأ لا يصلح، دايما بيستخدم في الشرق، يقول لك مثلا الدول الغربية المسيحية، الدول الغربية مش مسيحية مثلا، ما تعمموش. فأنا النهاردة مش بعمم على كل المسلمين ولا فيما يخص أفراد، بل حابة أننا ننظر للظاهر أو الأوضح للجميع عندما نتكلم عن الإسلام في الغرب وأيضا في الشرق. في الشرق إحنا فاهمين الصراع الدائم بين المسلمين المتدينين وحكومتهم، إحنا فاهمين الحكاية دي، الصراع على السلطة، هو يعني السلطة الدينية اللي هي موازية للسلطة السياسية، ده حاجة مفهومة في الشرق. أما في الغرب فالأمر له شكل آخر، هندي ليه أمثلة. زي ما قلت هدفي إننا ننظر إلى العمق في الموضوع،
إزاي يؤثر الفكر الإسلامي والتعليم الإسلامي على حياة الفرد المسلم بصورة شخصية مباشرة، اجتماعيا، عمليا، نفسيا. في النهاية حياة الإنسان لو نظرنا ليها بشكل مجرد هتجد إنها مسؤوليات، انتماءات، اختيارات. اختياراتك أنت وأنت، اختياراتك تميزك بالإيجاب أو بالسلب. يعني إيه؟ لو أنا اخترت أني أكون أنا مصرية، أنا عايشة في مصر، أنا مواطنة صالحة، أفيد بلدي، أفيد مجتمعي، أفيد شعبي، أفيد يعني من حولي، أنا خادمة الرب. اليوم اختياري أني أفيد كل مستمعينا وكل مشاهدينا في معرفة ما علمه الله لقلبي، وفي أنهم يشوفوا شخص الله من خلال حياتي. أنا خادمة، مسؤولة، امرأة، اختياري أني أعلم النساء أو البنات اللي حولي، ده دوري. كتاب بيقول لي كده، أنت امرأة أنا علمت قلبك، علمي الآخرين. اختياراتك تميزك بالإيجاب أو السلب. فاهمين ده؟ فكري وانت بتسمعيني، اختياراتك ميزتك بالإيجاب أو بالسلب في مجتمعك، في بيتك، مع الله، في حياتك الخاصة. في النهاية أنا وإنت هنقف أمام الله بكل هذه الاختيارات فيما يخص شخصك وحدك. مش هتقفي بمجموعة المسلمين اللي حواليك، ولا بالشيوخ اللي أرشدوك، ولا بالأسس اللي أرشدوك، ولكن هتقفي باختيارات قلبك وفكرك وروحك أمام الله لشخصك وحدك. والكتاب يقول أنت بلا عذر أيها الإنسان، لأن الرب بيفتح أمامنا مجالات للفهم والإنذار والتعديل من أنفسنا لنكون على المسار الصحيح اللي نوصل به لله. خليني أخد مكالمة. مين معي؟ الأخ بولس، أهلا بيك أخي بولس، اتفضل. سلام ونعمة يا أخت أماني. سلام ونعمة ليك أخونا بولس، اتفضل. ربنا يخليك ويحفظك ويباركك يا رب. أنا كلمتك قبل كده وقلت لي هتصل عليك وما كلمتنيش. انا الحقيقه فاكره ان احنا اتكلمنا قبل كده، لكن ما اعتقدش ان انا كان عندي تليفونك، او واذا اغفلت فانا بعتذر لك، انا اسفه. لو سمحتوا لو عندنا تليفونه تخلوه لي، اتفضلوا. اكد لي بس لو عندك تليفونه. ربنا يباركك يا اختي اماني. طلبي بس تصلي لي، انا في دقيقه كده وخنقة، وطلب بس تصلي لي في على برنامج. تصلي لي. امين اخويا، الرب يبارك. خلينا نصلي من اجلك الان. بصلي انه كمان جميع الاخوه والاخوات اللي واقفين معانا اليوم في الثغر في الصلاه من اجل المشاهدين ومن اجل المؤمنين والاخوه يصلوا معايا الان من اجل اخونا بولس. يا رب احنا بنتجه ليك يا رب من كل قلوبنا، بنرفع أخ لينا في محنة، بنرفع أخ لينا في احتياج ليك يا رب. نحن لا نعلم، ولكن أنت عيناك تنظر إلى أعماق قلبه وإلى احتياجاته كلها أمامك يا رب. في اسم يسوع كل احتياج نفسي وروحي وجسدي وعائلي ومادي أنت تغطيه يا رب. وأنت يا رب المعطي بسخاء، وأنا أصلي من أجل أخويا أن كل احتياجاته في اسم يسوع المسيح، الاسم اللي فوق كل اسم، القوة اللي احنا بنحتاجها والمحبة التي نرتكز عليها يا رب، يجاب كل احتياج لي في الروح في يسوع المسيح. أمين. أمين يا أخ بولس في اسم يسوع. الرب يباركك. شكرا لك يا أختي أمان. حاضر، أعتذر لك مرة أخرى وحتصل بيك النهاردة في اسم يسوع. طيب alright، شكرا. خليني أرجع تاني لفكرة الولاء والبراء، يعني علشان نعرف إيه هذه الفكرة بالذات كيف تؤثر علينا في الاختيارات السلبية اللي بتأثر على حياة المسلم، حتى المسلم البسيط اللي ما يعرفش عنها حاجة. صدقوني وأنا مسلمة ولا كنت أعرف يعني إيه ولاء ولا براء، ولا أعرف الكلام ده كله، وأخذني وقت طويل علشان أفهم يعني إيه دين يقدم لي هذه الفكرة كأنها يعني هي عمق
عقائدي يجب ان انا افهمه واعيشه، وانا مش عارفه يعني مش عارفه افهمه لانه انسانيا غير مقبول بالنسبه لي. خليني اوضح لك واوضح لك الفكره. بيقول كده يعني الفكره دي من اخطر العقائد الاسلاميه، مش لانها تعلم المسلمين ان يوالوا بعضهم او يعادوا الاخرين، بل لانها اولا انتبهوا لده بتعلم المسلم ان الله يضمر الشر للبشر. هعيدها تاني، هذه الفكرة بتعلم المسلم ان الله في ضميره الشر للبشر، انتم مجموعة من المسلمين والباقيين دول لازم يبغضوا والله يكيد لهم الشر. شيء يعني غريب جدا، حاشا ان ننسب لله ذلك. خلي بالك هذه الفكرة تعطيك صورة غير صحيحة عن شخص الله وقلبه تجاهك، وهي أيضا تعلم قلب المسلمين الخداع والمراءة، فتفصله عن كل ما هو صالح وبار وبر وحكمة وحكمة إلهية. فهمت ليه؟ هنفهم دلوقتي من الشرح أنه الأفكار السلبية دي اللي بتذرعها هذه الفكرة تؤثر على تصرفاتك وتعلمك انك تبقى منافق. يعني ما نقول عنه في المفهوم الانساني نفاق. لو خدنا بعض التعريفات لموضوع الولاء والبراء، مثلا الاستاذ عمر عبد الكافي قال كده انه الولاء والبراء هو ان اوالي كل من قال لا اله الا الله، وأن أبرأ من كل من هو عدو للا إله إلا الله، أن أتوالى مع كل من يرفع علم لا إله إلا الله. حط كده بين قوسين مين اللي بيرفع علم لا إله إلا الله؟ أنت عندك برضو مساحة كبيرة منه. يجب أن توالي هؤلاء، لأنه على فكرة فكرة الولاء والبراء هي من أهم الأفكار اللي بتخلي المسلمين لا يدينوا داعش، والأزهر والمفتيين وكل الناس دول اللي يدينوا داعش ما يقدرش يقول عليهم مش مسلمين، لأنهم يرفعوا علم لا إله إلا الله، ومنهم عمر عبد الكافي. تقدر تدين العمل لكن لا تستطيع إنك تقول عنه أنه مش من الإسلام. فيعني إيه دي فكرة خليها في بالنا وإحنا بنتكلم عن مثلا راجل يعني من الناس اللي بتقول ان هم يعني من الناس اللي بيحاولوا يبسطوا ويمكيجوا الاسلام للمسلمين، وده رايه في فكره الولاء والبراء. فكر في نفسك كده، هل ده يؤثر عليك سلبا ام ايجابا؟ خلينا نخرج مع فاصل سريع ونعود ونستكمل معكم اهميه هذه العقيده في الشريعه الاسلاميه. تفضل. اهلا بكم مره اخرى. خليني اخد مكالمه ونعود ونتحدث عن منزله عقيده الولاء والبراء من الشرع الاسلامي. معنا الاخ محمد من الجزائر. اهلا بك يا محمد، تفضل. اهلا بك. سلام. أحب تفضل.
أنا سامعاك يا محمد، تفضل. قلت لك واسمه دعاة، دعاة المسلمين يعني لم يتكلموا أبدا عن تنصير ولا يعدلوا على المسيحيين. أنتم في القناة تاعكم هذه الحياة تجون تجبدوا تتكلموا على الإسلام وتنقدوا في الإسلام. اوكي، انا مش عارف اسمع صوتك كويس قوي. انت بتتكلم عن انه داعش مش مسلمين وان احنا في قناه الحياه بننقد الاسلام، ده اللي حضرتك قلته؟ نعم. اوكي طيب، لو حضرتك بتقول ان داعش من مش مسلمين، ف ده راي شخصي ولكنه ليس راي فقهي، فهتلاقي انه في شيوخ وفي ناس بيقولوا انه داعش لا يستطيعوا انهم يقولوا انهم مش مسلمين لانهم بيقولوا لا اله الا الله. ما هو بص محمد، انا عايزك لو انت بتسمعني من التلفزيون اطفي التلفزيون واسمعني من التليفون بس. اوكي، في حاجات، في امور هتترتب على امور. لو الفقهاء قالوا انه داعش مسلمين لانهم بيقولوا لا اله الا الله، فاللي هيترتب على ده لما تيجي تطبق شريعه عقيده زي عقيده الولاء والبراء، انه هيبقى من المهم بالنسبه لك كمسلم انك توليهم. تستطيع اي احد يمثل الاسلام؟ نعم، تستطيع اي احد، تستطيع أي أحد مثل الإسلام ويقول لا إله إلا الله؟ أنا معاك في ده، ولكن أنا النهاردة بقرأ لك نص بيقول إن كل اللي بيقول لا إله إلا الله إذن هو محمد رسول الله هو مسلم. لا ما هو بص يا محمد، سامحيني، مش اللي يقول لا إله إلا الله أكون مسلم، يقدر يهودي يقول لا إله إلا الله. طب أنا هرجع تاني محمد أقرأ لك تاني اللي قاله الشيخ عمر عبد الكافي، إنه عقيدة الولاء والبراء هو أن توالي كل من قال لا إله إلا الله لأنه مسلم. لا إله إلا الله من القلب أم من باللسان؟ بص أنا موافقة معاك، أنا موافقة معاك إنه أهمية القلب هي يعني الأهمية القصوى أمام الله، لكن احنا بنتكلم عن معلش استناني دقيقة واحدة عشان انت بتتكلم معايا، انا اللي سامعاك ولا انت سامعني؟ فانا معاك في الموضوع ده وموافق انه القلب هو الاهم، ولكن الشرع ما بيقولكش ان القلب اهم. الشيوخ بيقولوا انه من قال لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى مسلم، ولو حاول يخرج من الاسلام لانه قالها من غير فهم او من غير قلب يقتلوه يبقى مرتد. يعني بص الفاصل هنا مش رأيك الشخصي ولكن التعليم الأساسي الموجود في الإسلام. النقطة الثانية اللي حضرتك جبتها هنا إنه قناة الحياة بتهاجم الإسلام. أنا ابتديت الحلقة النهاردة بقول أنا مش بهاجم، أنا عايزة أوضح فكرة وأثرها على حياتنا علشان أوصل لإننا نعرف قلب الله. وانا سعيدة يا محمد انك اتكلمت على قلب الله النهاردة، لاني عايزك تشوف الصورة اللي ربنا عايزك تشوفها النهاردة. يعني بشجعك انك تواصل المشاهدة وبعدين نتكلم. اوكي طيب، اشكركم. معلش نوعية المكالمة كانت صعبة قوي والصوت صعب في وداني. خلينا نتكلم على منزلة عقيدة الولاء والبراء من الشرع الإسلامي. أولا بيقول لك كده إنها جزء من معنى الشهادة، وهي لا إله إلا الله، من اللي قال لا إله إلا الله فمعناها إنه تبرأ من كل ما يعبد من دون الله، ماشي. وإنها شرط من شروط الإيمان، إنك الولاء والبراء شرط من شروط الإيمان. عشان تكون مؤمن بالإسلام يجب إنك توالي المسلمين وتبرأ من كل من هم غير المسلمين. كلام ليك يا محمد، اسمعني. أوكي، إن بيقولك إنه العقيدة دي هي أوثق عرى الإيمان. ليه بقى؟ لأنه هناك حديث عن الرسول بيقول كده، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنا لا أستطيع أن أفهم كيف نبغض في الله إذا كان الله محبة.
هنا تقدر تشوف ان احنا بنتكلم عن الهين مختلفين. اله ينمو يعني يزداد بالكراهية، وإله منفصل عن الكراهية، هي مش منه. إله هو حب خالص، وهنشوف النهاردة يعني إيه الله محبة. حاجة تانية، إنها العقيدة دي بالذات إنها سبب لتذوق حلاوة الإيمان ولذة اليقين، لأن محمد قال كده: ثلاثة من وجدهن وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. ماشي. والحاجة الثانية إنها الصلة التي يقوم على أساسها المجتمع المسلم، المجتمع المسلم كله بيتحد في هذه العقيدة، إن هم يحبوا بعضهم البعض كمجتمع مسلم ويبغضوا الغير. دي يعني الوحدة على المحبة أفهمها، ولكن الوحدة على الكراهية لا أفهمها، لأنها ما توصلكش إلا أرواح شريرة من روح الشيطان نفسه. ده أمر لازم نفكر فيه. فكر وانت بتفكر كده في جيرانك المسيحيين، لو كان ليك يعني ضدهم أي كراهية لأنهم مسيحيين، إحساسك إيه جواك؟ وهل الله بيبكت قلبك ولا لا، وبيبكت قلبك ولا لا؟ ده سؤال ليك. النقطة الهامة بقى اللي حابة أقولها لكم، أنه من أساسيات هذه العقيدة أن عدم تحقيق هذه العقيدة قد يدخل في الكفر. الكلام ده موجود في صيد الفوائد. إزاي أنه لو أنت ما عملتش كده، ده ممكن يدخلك في الكفر، في أنك تبقى كافر لأنك مش بتنفذ أوامر الله. يجب على المسلم أن يكره الغير. أنا أصلي أن الله يشفي قلوبكم من هذه الكراهية. أصلي أن الله يفتح عيونكم، أن الكراهية مش ممكن تكون إلا من الشيطان نفسه، وأنه ده لا يوافق قلب الله ليكم. بالعكس، ده ربنا عايز يديكم شفاء، وشفاء يعني كامل. في حلقة من حلقات برنامج اتقدم من كذا سنة كده اسمه فقه العصر على قناة اقرأ، الحلقة دي كان بيقدمها الأستاذ عادل بنعمة، وبيناقش مع الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو. أنا معرفش بقول اسمه صح ولا لا. في الحلقة دي لو عندنا الصور اللي بعد كده، هنحط صورة المذيع. المذيع هنا قدم فكرة مهمة جدا، اتكلم فيها عن فكرة الولاء والبراء، وبيسأل أسئلة في الموضوع ده. أسئلته في منتهى الخطورة، أنا عايزاكم تسمعوها، وعايزاكم تردوا انتوا على الاسئله دي، وهقول لكم بعد كده ردود الشيخ الددو. انا الحلقه دي موجوده على صفحه المراه المسلمه في الفيسبوك، والنهارده احب جدا انكم تشاهدوا الحلقه دي وتشاهدوا الردود بنفسكم، مش تعرفوا مصداقيه اللي انا بقدمه لكم. المذيع بيقول: في زمن اختلطت فيه الاعراق والشعوب والامم، ولم تعد كلمه الله هي العليا، عالم فيه كثير من الشراكات والعلاقات اللي بيصعب الانفكاك عنها إلا إذا حدث انفكاك في العلاقات. وبعدما كان غير المسلمين أقلية في بلاد المسلمين، أصبح المسلمين أقلية. كيف يمكن تحقيق الولاء والبراء في ظل هذا؟ سؤال تاني: هل يمكن تطبيق الجزية والختمة على الرقاب، والتمييز بين الناس بلبس الألوان المختلفة في الحياة العصرية؟ سؤال تالت: هل يمكن للمسلم وهو يعيش في الغرب أن يطبق قوانينها وهي مستمدة من غير كتاب الله ورسوله؟ هل يستطيع الإنسان، دي نقطة مهمة بقى اسمع، هل يستطيع الإنسان أن يتجاوز مقتضى الإنسانية الذي يحمله على الإحسان إلى من أحسن إليه بغض النظر عن انتمائه؟ أليس إعلان العداوة لكل كافر مهما كان خروج عن مقتضى الإنسانية وإساءة لا يرتضيها دين ولا عرف؟ وكيف نطبق حديث الرسول: لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطريق؟ أسئلة هامة وضعت عن طريق هذا المذيع
على قناة اقرأ الإسلامية ونشوف رد الشيخ الددو عليها ايه بعد ما اخد المكالمة دي. مين معي؟ اخ فارس من الجزائر، اهلا بيك اخي، تفضل. هذا مين قلت لي باللي مسلمين يتخاويو مع بعض ومسيحيين المسلمين يكرهوا المسيحيين، واحنا في القران الثاني يقول لك لن ترضى عليك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. اوكي. هل رايت انت داعيه مسلم ينتقد المسيحيين؟ وانتم في قناه الحياه بتاعكم ظالين تهضروا على الاسلام وتشوهوا في سمعه الاسلام. احنا في قناه الحياه لازم نعمل ايه؟ وانتم في قناه الحياه تشوهوا في الاسلام والمسلمين. انت تقصد اننا بنهاجم الاسلام والمسلمين؟ نعم، في اي حصه. طب فارس، مش غير هذه الحصه. فارس اسالك سؤال، يعني انا عارفه انه ساعات هذه الحقائق اللي بنقدمها بتؤلم المسلم، لاني كنت مسلمه وعيلتي كلها مسلمه يا فارس. اوكي. لكن انا اليوم ربنا وراني حقائق جديده ووراني حقيقه شخصه، لذلك انا مش شايفه ان ده هجوم، بل ده فتح باب امامك لتفهم. انت بداتني بالهجوم يا فارس، فانت بتقول انه انا بهاجمك، ولكنك لم ترد على اي شيء انا قدمته اليوم. هل انت توافق على عقيده الولاء والبراء؟ الاسلام احسن دين في الكون. انت بتدافع، بص انت بتدافع بصوره عامه، انا عايزك تبقى محدد. وطي التلفزيون يا فارس عشان تسمعني. انا لا ارد، لان كل ما طيب لو سمحتوا اقفلوا، بس يعني اقفلوا الصوت، يا ريت تقولوا له يوطي التلفزيون وبعدين ترجعه له تاني. اوكي. برجعه لي لما يوطي التلفزيون ويقدر يسمع، لاني يعني مش فاهمه ولا حاجه. طيب رد الشيخ الددو بقى كان غريب جدا، انا عايزه اقراه لكم سريعا علشان تفكروا فيه وتفكروا في الأمور اللي نتجت عن هذه العقيدة. بيقول إن الله خلق الدنيا امتحان للناس، شاء أن يكون هناك صراع بين الخير والشر، عشان كده قلت لكم إنه هذا الإله يضمر الشر للناس. في سورة يونس بيقول كده: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم، يعني أفأنت تكره الناس أن يكونوا مؤمنين. طيب فارس سمعني كده؟ أنا سمعك. ده كده أفضل كثيرا، اتفضل قول لي بقى رأيك. في قناة الحياة بتاعكم تهدموا الإسلام والمسلمين، وهل رأيت أنت داعية مسلم داعية من الإسلام هاجم تنصير أم المسيحية؟ لا انت معلش خليني اسالك سؤال، حضرتك بتقول انه ما فيش حد من شيوخ المسلمين هاجم المسيحيه؟ نعم. لا معلش، ده كتيرة بقى دي، يعني ده ما يعني في ناس بتهاجم بشكل غير عادي كتير. ادخل على الفيسبوك هتلاقي كتير. فرنسا. طيب خليني اوضح لك حاجة عشان وقتي بس يا فارس. عشان هم مسيحيين ام نصارى؟ اولا احنا مش نصارى، احنا مسيحيين. فرنسا مسيحيين ام نصارى؟ يا سيدي اسمعني بقى. اوكي دلوقتي انا عايزه اقول لك حاجه، انت بتقول ان احنا بنهاجم الاسلام، نحن نهاجم فكر ولا نهاجم المسلمين، نحن نعرض فكر ولا نهاجم المسلمين. اقفلوا الصوت انا مش عارفه اسمعه، انا اسفه. معلش يا فارس اسمعني، انا مش عارفه اسمعك كويس. شرحي لامر موجود ده لا يعني ان انا اهاجمك شخصيا، انا بقول لك افتح عينك وبص. في مصر بنقول كده فتح عينك تاكل ملبن عشان تفهم، فيعني ربنا يعني يدخل يدخل الحريه والحق في قلبك. اوكي.
النهارده هي الفكره انكم تقولوا ان انا بهاجم او ان قناه الحياه بتهاجم، لا، قناه الحياه يعني معظمنا مسلمين سابقين ونحن لا نهاجم اهلنا، ونحن جست نقدم فكر عليك انت انك تختار انك تفهمه او لا تفهمه، ده اختيارك. اوكي، النهارده بقول لك انه الشيخ الددو قال انه الشريعه دي شريعه مهمه جدا، ان احنا نوالي المؤمنين ولا نوالي غير المؤمنين. بيقول لك بقى ايه غير المسلمين في الدول الاسلاميه نعمل معاهم ايه؟ فالددو بيقول لهم انه الذميه الان غير موجوده، وده لما تقف عنده في حد ذاته ده حاجه كويسه. انا مش هتعامل مع غير المسلمين على انهم ذميين، ولكن هناك يعني تطويع وتطوير في المعاملات، تحويل المعاملات الدولية إلى شيء يتفق مع المعاملات الإسلامية. فروح مثلا واخد لك أنه موضوع التأشيرة ده زي العهد زمان، أنك تدي واحد غير مسلم تأشيرة زي العهد، لو كسر العهد يبقى بقى إيه، خد حريتك في الانتقام منه أو في تعزيره. فالمذيع قال له طب يعني هل كلمة أخ دي ينفع في مانع انه يطلق اسم اخ على غير المسلم؟ اسمع بقى رد الشيخ الددو، لا مانع، ولكن هذه اخوه غير اخوه الدين، وليس لها اعتبار الاخوه السببيه او الاخوه الهامه، دي اخوه سببيه فقط، الاخوه الكبرى هي اخوه الدين. السيد المسيح يعني اما يعني لم يتكلم عن كلمة وطن، ولكنه عاش فكرة أنه في وطن، عاش فكرة أنه أما سألوه ندي الضرائب للرومان، قال لهم أيوة، أعطي مال قيصر لقيصر ومال الله لله. الكتاب المقدس بيقول لنا لتخضع كل نفس للسلاطين، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. لأن المؤمن المسيحي اللي مؤمن بعمل الله في حياته لا يعيش أبدا بفكره الشخصي، بل يعيش بفكرة إن الله يستطيع أن يقود كل شيء في حياته طالما أنت سلمته له. فأنت بتعيش بفكر الله مش بفكر إنساني أبدا. فأما تصلي من أجل هذه السلاطين اللي وضعها الله حتى ولو كانوا غازين. عارفين في يعني حاجة لفتت نظري، إنه لما المسيح قال اللي سخرك ميل امشي وراه امشي معاه ميلين، ده يعني كان مشابه لحاجة بيعملها الرومان في الوقت ده مع الشعب في أورشليم أو في المنطقة دي. كان يجي الروماني من حقه قانونا إنه لو عنده أحمال يشيلها لليهودي ويقول له انت هتمشي معايا ميل، بس ما يقدرش يمشي ميلين، هو ميل واحد. فالمسيح قال معلش لو شيلك ميل شيل ميلين، خليك دايما معطي اكتر. لو انت عندك توبين ادي توب لحد محتاج يكون محتاجه، اللي عندك اديله. لما المسيح يقول احبوا اعداءكم وباركوا لعنيكم، صلوا لأجل اللي بيضطهدوكم واللي بيعدوكم واللي بيشتموكم واللي بيأثروا على حياتكم بشكل سلبي، نصلي من أجلهم. الصلاة تنتج المحبة، الصلاة تنتج أخوة حقيقية. على فكرة كنت بتكلم مع إحدى صديقاتي فبتقول لي بنتي الرئيس بتاعها في الشغل بيضطهدها بشكل غير عادي، هو راجل غير مؤمن وبيضطهدها بشكل غير عادي بلا سبب، والبنت بتبذل جهد يعني كبير في العمل. فالأم قالت لها يا بنتي تعالي نصلي من أجله، صلي من أجله. ابتدت تصلي من أجل هذا الرجل وربنا غير قلبه وقال لها أنا آسف أنا مش عارف أنا بعمل معاكي كده ليه، وابتدى يعملها بشكل أفضل كتير. مش المهم ان هو قلبه اتغير على فكره، المهم ان هي قلبها اتغير وقلبها ارتاح امام الله، لانها لا تكن بغضاء ولا كراهيه لاحد.
خليني أخد مكالمة الأخ أحمد من السويد. أهلا أخ أحمد. السلام عليكم. سلام ونعمة ليك أخونا، أهلا بيك. لو سمحتي قديش معي وقت بدون مقاطعة، وبعدين إذا بدك تبحث شيء بنبحثه، مش نوع من المناظرة ولكن توضح الفكرة. أنا أشكرك على ده، أنا ما بعملش مناظرات مع حد، لكن معلش اسمعني بس هرد عليك. أنت قلت حاجة، أنا قدامي خمس دقايق هدي لك منهم دقيقتين لأنه البرنامج هيخلص بعد خمس دقايق. اتفضل. طيب، وهذا فضل منك. تفضل، الرب يباركك، أهلا بيك. أختي، أنا بدأت معك بالسلام، بالكلام بالسلام عليكم، وهو السلام من الله سبحانه وتعالى لكم وعليكم، هذه تحية الإسلام أولا. وثانيا، نحن في الإسلام لدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأربع الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا بالترتيب، وكل ما جاء بعد ذلك عن المسلمين ليس بصحيح. وسيدنا علي بن أبي طالب، وابحثي في حديث سيدنا علي الذي أرخه منذ 1400 عام ويزيد، أنه سيأتي أناس في آخر الزمان هم مكنون بأصحاب الدولة لا يمتون للإسلام بصلاة. هذا بالنسبة لما ينتمون أو يقولون أننا ننتمي للإسلام، ليسوا المسلمين هؤلاء، بالنسبة للدراعات هم يعني أشخاص حتى لا ميثاق لهم ولا عهد لهم. هذا بالنسبة للدواعش. وبالنسبة للولاء والبراء، هي بدعة، وأنا أقوله على الملأ أمام المشاهدين سواء كانوا معك على البث أو على التلفاز، كل ما جاء بالإسلام ويسمى الولاء والبراء هو بدعة. كل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الراشدين هو مبتدع، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ورسول صلى الله عليه وسلم قال الإسلام المسلم من سلم الإنسان من يده ولسانه. هذا المسلم يا أختي. أما أنه يأتي أحد ويقول لك أنا أقتل الغير مسلم أو أقتل الغير ديانة، هذا غير حقيقي. وفي أحد في كثير من الحروب ضد الإسلام والمسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من القتال حتى يأذن لهم الله سبحانه وتعالى. طيب، أخي أحمد، أخي أحمد، فكرة أخيرة. تفضل سريعا. وهي شهادة لله وللتاريخ، أول سلة مسلمة، وهذا من كتب التاريخ وليس من الأفلام والمسلسلات، أول سلة من المسلمين حماهم شخص يدعى النجاشي، هو مسيحي، هو الذي حمى هذه السلة من المسلمين. نعم. لما كانت تريد قريش إعادتهم إلى مكة وقصرهم. طيب. ورسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالمسيحية. طيب. أوصانا بحبنا المسيحيين، وأنا لا أريد أكثر من ذلك، وشكرا جزيلا لك على. طيب أخ أحمد، قبل ما تقفل عايزك تسمعني في نقطتين مهمين. النقطة الأولانية أنك أنت تنسب، بتقول أنه هذه الفكرة في الولاء والبراء بدعة، فأنا هقول لك آية قرآنية إن قلت أن هذه الآية بدعة فده شيء يخصك، من سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. عايزك تروح وتقرأ التفسير الكثيرة في هذه الأمر. البعض لا، أنا اديتك فرصتك، أنا عندي بس دقيقتين. النقطة الثانية، حضرتك قلت إنه الخلفاء الراشدين هم الناس اللي أنت يعني تتفق معاهم، وعندك الرسول والخلفاء الراشدين. عايزة أقول لك حاجة عن من الحاجات اللي استخدمها الشيخ الددو في عن عمر نفسه، ان عمر عندنا طبعا عنده عن عمر العهده العمريه، واللي هي بتتكلم عن كيف يتعامل المسلم مع المسيحي والكافر وكده على انه مختلف، ولكن عمر كان بياخد من التاجر المسلم ربع العشر وياخد من التاجر غير المسلم ايا كان ضعفين. ليه؟ لانه العدل مع غير المسلمين لا يعني المساواه. فكرة فكر فيها يا أخي أحمد، أنت اليوم أهم عندي من يعني حتى من أني أقول أفكاري الشخصية، لأنه قلبك اليوم يهم الله. أنت تتكلم بصوت إنسان معتدل ومحترم،
ولكن للأسف إن إحنا وإحنا بنتعلم الإسلام تعلمنا قشور ولكن لم نتعلم قلب الإسلام والحقائق الناتجة عن ذلك. أصلي إن الله يلمس قلبك، أصلي إن الله يعطيك أبواب مفتوحة للفهم في اسم يسوع المسيح. أشكرك على أدبك، ولو كان تليفونك موجود هتصل بيك. طيب، أتمنى يكون الرد ده بداية للبحث. في يعني كنت عايزة أتكلم عن بعض النماذج اللي موجودة للناس اللي عايشة في الغرب بيمثلوا الإسلام، واحدة زي آيات عرابي أو مثلا حفيد حسن البنا، دي أمثلة لناس يعني في على القشة بيتكلموا من أجل الإسلام ومن أجل ده ومن أجل رفعة مش عارف إيه، لكن في القلب هم مختلفين تماما. كل واحد عنده قصة في منتهى السوء بتوريني الناتج عن ما درعوا الإسلام في قلوب هؤلاء الناس. الفكرة العامة إنه الإسلام يعني بيخلي الناس تجتمع على أن الإسلام هو المركز والهدف، لكن المسيحية والتعليم الكتابي، التعليم الكتابي يقول أن الله هو المركز والهدف، أن رفعة والله ومجده هو المركز والهدف، أن المسيح هو المركز والهدف في حياة كل مؤمن بصفة شخصية. أصلي أن ده يكون في حياتك. خليني أقول لكم أنه في بعض أمور النهاردة أنا شفتها بتتلخص في الآيات اللي هقولها لكم من الكتاب المقدس دي، في رسالة كورنثوس كده بيقول الرسول بولس: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن، وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي، اعمل كل الذكاء اللي انت عايز تعملها واعتق كل الرقاب، ولكن ليست لك محبة فأنت بلا يعني كل عملك بلا قيمة لا يساوي شيء، لأنه المحبة تتأنى على الآخرين حتى يفهموا، المحبة ترفق بالمحتاج حتى ينتمي إلى قلب الله، حتى المحبة تقف أمام الصعاب وتصلي من أجل الناس البعيدين على الله حتى يأتوا إلى محبة الله. المحبة تربطك بقلب الله، المحبة الحقيقية هي ما تغير قلبك، لأنه يجي حد يلطمك على خدك فتبص له وتقول له أنت أهم عند الله من ألمي أو من إهانتي، فتعطيه الآخر وتقول أصلي من أجله، تعطيه الآخر لأنك هتنظر لي وتقول له أنا أصلي من أجلك، مش هتعطيه الآخر عشان يضربك بس، لا، أنت هتعطيه الآخر لأنك هتنظر إليه بعيون المسيح وتقول له الله يحبك. وأنا النهاردة بقول لكم بقلب ومحبة المسيح، الله يحبكم، الله يريد أن تستمتع أنت وأنت بمحبته الحقيقية اللي تغير قلبك، واللي تيجي كده في الآخر تقول زي الأخ أحمد اللي سمعناه في الأول: الله غيرني وأنا كنت خاطي وأنا كمان. كل المحبة ليكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.